مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بيون عربية. إحدى الأخوات كتبت لي شون تحصل على الوضع الليلي تطبيق سناب شات. فالصراحة أني يعني اختصاص آيفون، بس هي قالت إنه هي تحتاج كلش الوضع الليلي وما موجود. فأنا لما بحثت شفت مسوين فيديوهات ممكن تسبب لك كارثة لو حولتها للوضع الليلي. فالأفضل إنه تبقى بدون وضع ليلي على إنه تحولها عن طريق فيديوهاتهم للوضع الليلي. لكن لقيت لكم طريقة جدا سهلة وتستعملها للوضع الليلي حتى تريح عيونك بالنسبة لسناب شات. تابعوني للأخير حتى تشوفون، بس قبل ما أبدي لا تنسون باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. أمانة عليكم حتى نوصل للمئة ألف، لأنه هنا يعني كلش هاي الشغلة راح تفيدنا بحياتنا. فتابعوني للأخير. الطريقة الأولى اللي كاتبيها إنه راح تدخل على الإعدادات، تدخل على آخر شيء هنا حول الجهاز اللوحي، راح تظهر هاي الشاشة معلومات البرنامج. طبعا راح تدخل على الإصدار وراح تغير نظام الأندرويد، بس أنا هاي أبد ما أنصح بيها ولا راح أعلمكم إياها، لأنه هاي ممكن تضر بجهازك وكثير مسويها وتتغير، وأبد ما أقبل بيها لأنه ممكن تضر بجهازك. إحنا مو نسوي الفيديو ونخلي ناس تنظر من ورانا، حرام أيضا كل شيء، لأنه هاي أمانة وناس تثق بينا ونتثق بكلامنا، فهذا أول شيء غلط أصلا، ممنوع هذا الشيء. عذرا لأن دا أصور من هذا الجهاز ممكن شوية مو كلش واضح، فهذا أول شيء ممنوع أبد لحد يستخدمها هاي الطريقة. لو الطريقة الثانية اللي كاتبيها، راح نروح على المتجر وراح تنزل هنا بالمتجر دارك مود. وشكو تطبيقات أنا جربتها بالدارك مود، هذا أول واحد قايلين عليه أبد ما يشتغل، وحتى لو اشتغل ما أنصح أي واحد به، لأنه السناب شات ما يقبل إلا التطبيقات مالته. وهسه تشوفون أشوفكم إذا شغلت غير تطبيق ويا سناب شات، راح سناب شات يحذف السناب من عندك، مثل ما صار ويا كثير ناس انحذف السناب. ممكن شغلوا اي تطبيقات هم يعتبروها عاديه، لكن سناب شات ما يقبل الا التطبيقات اللي هو او هو ينزل الدارك مود. راح نروح على سناب، راح ندخل هنا فوق على حسابنا، راح نروح على الاعدادات، راح ننزل تطبيقات من سناب. التطبيقات اللي راح تكون من سناب إما هذا أو هذا، غير هذول الاثنين ممنوع تستخدم أي شيء بالنسبة للبيت موجي، وبالنسبة أعتقد للألعاب هذا، فهذول غيرهم لا تستعمل. هذه نصيحة، وأي واحد ما ينغلق حسابه ممكن يكون هذا السبب. الطريقة الثالثة حسب ما قالوا تكتب للدعم، أنا راح أكتب للدعم، والكلام اللي راح أكتبه إذا إجاني رد راح أقولكم إياه، وحسب ما يقولون ممكن يتغير، فأنا راح أكتبه وأرسله ووراها إن صار شيء راح أقولكم. الطريقة آخر طريقة اللي راح تغير السناب إلى لون الليلي، راح تروح على الإعدادات، تروح على البحث، تكتب عكس الألوان، راح تظهر عندك هاي اللوحة. فعل هذا الخيار مثل ما تشوفون هنا، فعلنا. راح نروح على سناب شات مالتنا، السناب شات صار لونه أسود، ولو دخلنا هنا الصورة كلها تغيرت وصار لونه أسود. هذا اللي حبيت أقولكم إياه، أتمنى تقدرون تعبنا وجهدنا، وإن شاء الله استفاديتوا. اللي حب هذا حل مؤقت إلى أن يصدر ويا سناب، احتمال هاليوم احتمال بكرة احتمال بعد شهر، اللي حابب هذا موجود ويستفاد منه. بنهاية الفيديو لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي إياه بالرسائل، أنا راح أحلكم إياه حتى لو بعد وقت، لأن عندي شوية امتحانات، فاعذروني يعني يجوز كم يوم أتأخر، يعني كل ما يصير عندي مجال أطول لكم وأسوي لكم شغلات تفيدكم.
وفي الختام مع السلامة.